مكملين معاكم، ويسعدني ان يكون معايا الفنان القدير المتألق دائما محمود الحديني. بقول لحضرتك مليون مبروك على التكريم النهارده. الله يبارك فيك، اشكرك. يوم العطاء لما اتصلوا بحضرتك وقالوا لك ان حضرتك مكرم النهارده في يوم العطاء، اول حاجه جت في دماغك كانت ايه؟ يعني انت عارف التكريم بترجع ورا رحله طويله، طبعا اكتر من 30 سنه مسرح وسينما وتلفزيون واذاعه، فرحلة طويلة. وعصرنا طبعا أجيال حقيقة علمونا وخدنا منهم وتربينا في حضنهم، وده برضو ده مهم جدا. فطبعا لما يجي التكريم بعد الرحلة دي كلها بتقول الحمد لله، الحمد لله إن في يعني حد بيفتكر. حضرتك من النوع اللي دايما بتعمل كشف حساب لنفسك كده وتشوف إيه الحاجات الجميلة وتعمل عليها ستريس، والحاجات اللي مش عاجباك قوي فتحاول تبعد عنها؟ والله الحقيقة أنا مخبيش على حضرتك، زملاء كتير وزملاء صحفيين وكتاب طلبوني أن أنا يعني أكتب قصة حياتي وأرجع ورا. الحقيقة اللي سارع بده البرنامج الثقافي في الإذاعة، عمل سيرة ذاتية وأنا بقيت أسجل تزع كل يوم 10 دقايق لمدة شهر، وعطولي الاسطوانات علشان احتفظ بيها. فانا قلت لهم من خلال ده بقى هنبتدي نرجع ورا ونشوف كشف الحساب، الحاجات اللي كان ممكن الواحد يعملها وما عرفش يعملها والزمن جري بيه. ايه يا فندم، يعني ايه اللي كنت حابب تعمله والظروف ما ساعدتكش فيه؟ يعني انا كنت يعني بعد الباب المفتوح واللهب والافلام دي كنت يعني بأمل ان الواحد يواصل في مجال السينما، لكن الحقيقة كان حظي عاسر لأن السينما تأممت وأغلب المنتجين كلهم هجروا راحوا لبنان وكلام من ده، وخصوصا بركات الرجل اللي تبناني أنا شخصيا في الباب المفتوح، فتوقفت عجلة الإنتاج إلا بقى في المنتاج والحاجات اللي سيادتك عارفها. لكن أنا هربت ورحت السينما، رحت التلفزيون. التلفزيون يمكن عطاني، لكن اللي بيبقى شريط السينما ده مهم جداً.